معنا السي رشيد ابو الياس، دكتور رشيد ابو الياس اللي شارك معنا في هذا اللقاء التواصلي السابع. بغينا نسولك على الاختصاصات تاعك حول هذا اللقاء، طريقه العرض والتنظيم الى غير ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، يعني اللقاء مر في أجواء أخوية. بالنسبة للتنظيم الحمد لله، يعني الجميع يشهد أنه كان في المستوى، يعني لم يجد الإخوة أي حرج، يعني لا في الدخول لا في الخروج لا في يعني الزمن اللي رقيت فيه المحاضرة. الحمد لله حاولنا نضبطه، ما كانش وعد، يعني وعد كان يعني مضبوط، والمشايخ تاعهم الحمد لله يعني كانت المحاضرات كلها غادية بواحد المنهجية اللي فيها بيان عقيدة أهل السنة. والحمد لله القصد الأعظم من مثل هذه اللقاءات هو هذا التلاقي وهذا الأخوة وهذا المحبة، وإن شاء الله تعالى في ملتقيات أخرى يكون أنجح ويكون أفضل إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية.